بكم مشاهدين الأعزاء. عرف مرض الخلع التطوري باسم الخلع الولادي لاعتقاد الكثيرين بأنه يحدث أثناء الولادة لأسباب معينة، لكن وبعد البحث تبين أن لا علاقة للخلع الذي يصيب الأطفال الرضع بالولادة، حيث وجدت حالات تصاب بها بعد الولادة بأسابيع. لنتعرف عليه أكثر في التقرير التالي. الخلع الولادي أو الخلع التطوري. خلع الورك الولادي أو كما هو شائع في مجتمعنا بخلع الولادة، هو عبارة عن خروج رأس عظمة الفخذ من التجويف الحقي للحوض بشكل جزئي أو كلي، ويمكن أن يصيب وركا دون الآخر أو قد يصيب الوركين في نفس الوقت. وتختلف درجة الخلع الوركي الولادي من حالة لأخرى، وتتدرج شدته من البسيطة إلى الكبيرة. ويتم الكشف عن خلع الورك الولادي عن طريق إجراء أشعة سينية أو بالأشعة الفوق صوتية لمنطقة الحوض للطفل ابتداء من الشهر الثالث من عمره، ولا يجب أن تزيد هذه الفترة عن الشهر الرابع بأي حال من الأحوال. فكلما كان الكشف مبكرا على هذه الحالة كلما كان علاجها أسهل، ويكون الوقت الذي تستغرقه عملية العلاج أقل والشفاء أسرع. بعد أن تعرفنا على الخلع الولادي نأتي إلى الأسباب، متى يحدث ولماذا وكيف لنا أن نعيده إلى الوضع الطبيعي، وما الممارسات الخاطئة التي تمارس في أوساط الناس لمداواته. لنتابع الآن طبيبنا المختص. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الدكتور سليم حسن البربري، أخصائي جراحة العظام والمفاصل بمستشفى المنرب. موضوعنا اليوم إن شاء الله هو عن خلع الورك الولادي لدى الأطفال، أو ما يعرف حديثا بخلع الورك التطوري. اخترنا هذا الموضوع لعدة أسباب. السبب الأول أنه مرض شائع جدا، والإحصائيات الرسمية في أمريكا وبعض الدول الأوروبية بتقول أنه بيحصل بحوالي 1 لكل 1000، وفي بعض الإحصائيات في بعض الدول العربية ولو أنها غير رسمية بتقول أن الخلع الولادي للأطفال ممكن يصل لدرجة 3 إلى 5%، يعني من كل 100 مولود حوالي 3 إلى 5 أطفال بيحصلهم خلع ولادي. السبب الثاني لاختيار الموضوع هذا أنه هناك غلط شائع في بعض الممارسات وبعض تشخيص هذا المرض. السبب الثالث أنه للأسف الشديد معظم الحالات اللي يتم توصل لأخصائي العظام ويتم تشخيصها يتم تشخيصها مؤخرا عندما يبدأ الطفل بالمشي. فهدفنا من هذه الحلقة إن شاء الله هو التوعية للأسرة والتوعية لمن يعمل في المجال الطبي وهو قريب من هذا المولود، بحيث نستطيع كشف الخلع الوركي مبكرا في الأسابيع الأولى بعد الولادة. طبعا عشان نعرف الموضوع هذا، ما هو مفصل الورك؟ مفصل الورك هو يوجد لنا عظمتين، عظمة ببساطة عظمة الفخذ وهذا الرأس المدور الفخذ، وهناك يوجد هناك تجويف داخل عظمة الحوض، هنا فيتم عمل مفصل ما يسمى بمفصل الورك. الشخص الطبيعي انه هناك عظمة الفخذ بتكون موجودة داخل عظمة الحوض، وكل منهما مهم عشان نمو الآخر. في الخلع الورك الولادي لسبب ما بطريقة معينة في الأسابيع الأخيرة من الحمل بيتم خروج هذا العظمة الفخذ من داخل التجويف الحوض. طبعا لا يوجد سبب واضح لسبب خلع الورك التطوري، ولكن في بعض العوامل اللي بتزيد من عملية الخلع. من أشهر العوامل اللي هو العامل الوراثي، يقول أن الشخص المولود أو الطفل المولود للأب أو أم بالذات كان عنده خلع ولادي بيزيد احتمالية حدوثه. البنت بيحصل عندهم خلع ولادي بنسبة 5 إلى 6% بالنسبة للأولاد، وهذا قد يكون ناتج لهرمونات معينة. السبب الآخر هي تعود لوضعية الطفل داخل أو وضعية الجنين داخل البطن داخل الرحم. الأطفال اللي موجودين بصورة بريتش أو يسموها نازل بالمقعدة مش بالرأس، هذا احتمالات الخلع عندهم بتكون أكثر. الأسباب الأخرى أيضا عائدة لأن الطفل موجود داخل الرحم بصورة مضغوطة، حاجة يسموها أو يسموها باكينج سيندروم. كلما كان حجم الطفل كبير، كلما كان توأم أكثر من طفل، كلما كان الماء اللي حوالين الجنين قليل،
الطفل المولود، لان عضلات البطن في المولود الاول، لان عضلات البطن في البدايه او الرحم بتكون قويه. فهؤلاء الاشخاص او هؤلاء المولودين هم اللي بنسموهم هاي ريسك، او هؤلاء المولود اللي عندهم القابليه للخلع. فهؤلاء الاطفال او الاشخاص هؤلاء هم اللي لازم يكون هناك تركيز عليهم. قبل ان ندخل في موضوع التشخيص وموضوع العلاج، في بعض النقاط اللي احب اوضحها. اولا، هو بيسمى خلع ولادي لكن ليس له علاقه بالولاده، بمعنى انه ليس ناتج عن ممارسه خاطئه، كان يتم مثلا بعض الافكار الخاطئه انه تم سحب الجنين وقت الولاده. الشيء الثاني، الاسم الحديث له هو خلع الورك التطوري وليس الولادي، لانه وجدوا انه ممكن يحصل في الاسابيع الاولى بعد الولاده، عشان كذا هذا يذكرنا باهميه متابعه الطفل فيما بعد الولاده. السبب الثالث انه او الحاجه الشيء الثالث اللي حابب انوه عنه، انه خلع الورك قد يكون جزء من مشكله اكبر. يعني قد يكون ضمور في مراكز الحركه في الدماغ او تيبس، بعض المتلازمات فيكون معاه خلع في الورك. في حاجه مهمه كمان، انه الخلع الورك الولادي بيصاحبه احيانا انحراف في الرجل، يسموه الرجل الكلفوت، او يكون شد في الرقبه. وجود هذه الاشياء لازم تنبهنا انه قد يكون احتمال هناك خلع في الورك. طيب، النقطه الثانيه نتكلم عن التشخيص. احنا لا يهمنا مجرد التشخيص، احنا يهمنا في الموضوع هذا التشخيص المبكر. لازم نحاول ان احنا نكتشف التشخيص في اول يعني في اول اسابيع او شهور من بعد الولاده، وهذا مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الاسره، مسؤوليه كل من له علاقه بالمولود، من طبيب طبيبه نساء التوليد، القابله، الممرض، الى اخره. في مجتمع اليمني للاسف الشديد التاخير بيكون في تاخير في اكتشاف المرض، لسبب انه اولا صعوبه اكتشافه، لان الطفل لا يعاني من تيبس ولا يعاني من الم. ليست كل الولادات بتحصل في المستشفى، بعضها تحصل في البيت وليس عن طريق طبيبه نساء، ولا يوجد طبيب اطفال. في بعض قله الوعي عند الاسره وعند الممارسين لهذا المهنه. فالمفروض انه الطفل بيتولد في اول يوم يتولد في المستشفى بيتم فحصه من قبل طبيب الاطفال، اختبارات معينه بغض النظر عن اساميها، في فتح الرجل، فتح الرجل وغلقها، بيستطيع يشخص بها 75% من حالات الخلع الورك. اذا لم يتم هناك كان هناك شك او ان هذا الطفل من الاطفال اللي ذكرناهم انهم عندهم القابليه للخلع، هنا بيتم عمل جهاز كشافه تلفزيوني على الفحص. الكشف التلفزيوني على منطقه الورك ميزتها انها امنه 100%، ودقه التشخيص ممكن تصل ل 100% بشرط عملها من قبل اخصائي اشعه متمكن في هذا المجال. الغلط اللي بيحصل في هذا الموضوع انه يتم عمل كشافه عاديه، وهذا غلط جدا في اول 3 إلى 4 شهور، لان في اول 4 إلى 3 شهور لا يوجد تكلس في منطقه الراس العظمه الفخذ، فما بيظهرش في الاشعه، فيظهر المفصل كانه مخلوع، ويتم تحويل الحالات الى اخصائي العظام على اساس انه خلع، وفي الاخير يظهر ما فيش خلع، لانه للأسف الشديد كان المفروض يعمل كشافة تلفزيونية وليس أشعة عادية. في بعض الأولياء بيتساءلوا ما كيف إذا الولد ما تولد في المستشفى، ولا كان في دكتورة نساء ولا في دكتور أطفال. في هناك علامات أو دلائل نحب نوضحها للوالدين بالذات الأم، اللي من خلالها ممكن أنها تشخص الإب في مرحلة مبكرة. من ضمن الحاجات اللي ممكن تلاحظها الأم، انه الولد الطبيعي انه وهو نايم على ظهره يستطيع ان يفرد رجله حوالي 180 درجه. فالام بعض الامهات بتلاحظ انه وقت تغيير البامبرز او الحفاضه الاطفال لا تستطيع فتح الرجل بصوره كامله. فهذه احدى العلامات اللي ممكن نشخص بها خلع الورك الولادي. الشيء الثاني، بسبب ان الخلع المفصل بيخرج لورا شويه، فتكون رجل اقصر من رجل. ممكن تكون رجل اقصر من رجل بهذه الطريقه كذا. ممكن في بعض الحالات انه الام تلاحظ ان عدد ثنايا او عطافات الجلد على الناحيه الفخذ بتكون اكثر من ناحيه. هذه علامات ممكن الام تستدل بها على وجود خلع. في مرحله التطعيم، هذا مهم جدا ومسؤوليه الوالدين لتذكير الشخص اللي يقوم بعمل التطعيم سواء كان القابله او الممارس العام، لابد من اعاده فحص الطفل كل مره بيتم فيها تطعيم وعمل اختبارات المفصل. لو للاسف الشديد تاخر الموضوع لغايه ما بدا الطفل يمشي، اشهر شيء بتجي الام بتشتكي فيه او بتلاحظه هو ان طفلها بيعرج، لان المفصل مخلوع لو عرفها هي الرجل في رجل اقصر نصف، فيكون الطفل بيمشي بيعرج بطريقه واضحه جدا. المشكله لما يكون الخلع على الناحيتين، فارق الطول مش كبير، فغالبا ما بيلاحظش الاهل موضوع العرج، لان الموضوع المشي بتكون عباره عن تمايل يمين وشمال، حاجه يسموها بالبلدي كذا مشيه البطه، فوادلين جيت. فهذه للاسف الشديد تشخيصها بيكون اصعب، وغالبا بيتاخر لي 2 أو 3 سنين، بتجينا في حالة متأخرة. بالنسبة لموضوع العلاج، احنا يهمنا في العلاج انه نفهم نقطة مهمة جدا جدا جدا، كلما تم اكتشاف وتشخيص وعلاج المرض مبكر كلما كانت الحلول أسهل بكثير، وكلما تم التأخير كلما اضطرينا نعمل عمليات جراحية ومعقدة والموضوع بيطول. العلاج لابد من تفهم الأهل،
مساهمتهم في العلاج. الأب لازم يفهم أن الموضوع ما بيتحلش في يوم وليلة، أنه محتاج قد يحتاج جبس لمدة كذا شهور، يحتاج عملية، لازم يقعد مع الدكتور والجراح ويفهم طبيعة المرض وإيش اللي بيعمل له بالضبط. الشيء الثاني أنه لازم اختيار الجراح المتمكن في هذا المكان، لأن الموضوع مش بسيط. الشيء الثاني أنه نحب عشان نفهم الأهل الغرض من هذا الإيصال الفكرة هذا، أنه أعملوا العملية بدري، أو لو يحتاج عملية بدري أو تدخل جراحي بيكون في أقرب وقت ممكن، لأنه إذا تم اكتشافه في أول 6 شهور ممكن الموضوع بيتحل عبارة عن حزام بيلبسه الطفل، بيخلي وضعية الفخذ بوضعية المفتوحة عشان الهدف إرجاع عظمة الفخذ داخل عظمة الحوض عن طريق أحزمة معينة من أشهرها ما يعرف بالبافليك هارنس. وهذا عكس ما يتم هنا في مجتمع اليمن للأسف الشديد وبعض المجتمعات العربية، ما يعرف بموضوع التقميط، أنه يعني يتم تقميط الطفل ولم الرجلين مع بعض ولفها، فبالتالي هذا عكس العلاج تماما. فلا ننصح بها نهائيا. مش معنى أن أي حد طفل حيتم التقميط له حيجي له خلع، لكن نقول على الأقل الأطفال اللي هم أو المولودين اللي قلنا أنهم عرضة أن يحصل لهم خلع، لو تاخرت الوالدين بعد 6 شهور قد نضطر نعمل جبس من الباطن لتحت، ولو تاخر بعد كذا قد ممكن يحصل يعمل جبس لمده 2 أو 3 شهور مع فتح، ولو تاخر بعد 1.5 سنة راح يضطر ان احنا نعمل يتم عمل شقه في عظمه الفخذ في عظمه الحوض او كسر في عظمه الفخذ وتثبيت الصفيحه ومسامير، لو تاخر على مرحله البلوغ قد يوصل يحتاج العمل مفصل صناعي. فهنا الفكره، انا كان الغرض من التفاصيل هذه نوصل فكره معينه، كلما شخصت طفلك مبكر، كلما استخدمت تدخل جراحي مبكر، كل ما كانت الحلول أسهل. وفي الأخير نتمنى الشفاء لكل الأولاد، ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاماً مشاهدين الأعزاء، إذا شعرتم بوجود مشكلة ما في أطفالكم أو اختلال في المشي، فلا تعمدوا إلى مداواتهم بأنفسكم، لأنكم قد تعمدون إلى إيذائهم أكثر. استشيروا طبيبكم وحافظوا على فلذات أكبادكم، فهم سعادة الحياة وجمالها. أشكركم على حسن متابعتكم، كما الشكر أيضاً لراعي برنامجنا مستشفى المنار التخصصي محافظة إب. في أمان الله.